حرية حرية تصدح بها حناجر السودانيين بعد 8 سنوات على بدء احتجاجات الربيع العربي في المنطقة في تحركات سلمية غيرت المشهد منذ ذلك الحين، بدءا من تونس إلى مصر واليمن وليبيا وسوريا، وليس انتهاءا بالعراق. مناطق جديدة في السودان تطالها احتجاجات واسعة مستمرة تندد هتافاتها ومطالبها بالأوضاع الاقتصادية والغلاء على غرار نظائرها في البلاد العربية، ممتدة في مدن سودانية 3 من بربر شمالا إلى الجزيرة آبا والرهد جنوبا. وكما هي العادة لم يسمع لصوت المتظاهرين أي أذن ليدفع ذلك باستفزاز محتجي مدينة الرهد لأضرام النار في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم. أما في الجزيرة آبا المعقل الرئيسي لطائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي رئيس تحالف نداء السودان المعارض، فقد اندلعت احتجاجات عقب تشييع متظاهر قتل، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 22 وفق المهدي. مقتل المتظاهرين في احتجاجات السودان والذي تم بشكل غير متوقع ربما يفاقم أزمة داخلية قد تؤدي إلى الحد من قدرة الرئيس عمر حسن البشير في السيطرة على الاحتجاجات في ظل الإجراءات التي فرضتها السلطات السودانية على غرار قيود على الأنترنت وإغلاق الجماعات من أجل الحد من تفاقم الأوضاع والسيطرة عليها، وهي إجراءات مشابهة لسابقاتها لم تخرج إلا بنتائج عكسية في شوارع الاحتجاج العربي.